The webinar is on now. مساء الخير، صباح الخير، وين ما كنتوا. أتمنى تكونوا كلكم بخير رغم الأوضاع الصعبة. برحب بكم بالإنابة عن المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات، برنامج السودان، في جلسة النقاش السفيري اللي هنعملها اليوم. والغرض الأساسي من الجلسة إنه نناقش أسئلة مهمة متعلقة بالنزاع المسلح في السودان الدائر حالياً، وتأثير النزاع المسلح ده على الأطر القانونية والدستورية. وهنحاول برضو نناقش الخطوات العملية للعملية الدستورية القادمة في السودان، ممكن شكلها يكون كيف، ومنو ممكن يدير العملية دي، ومنو عنده الشرعية، وبرضو الأطر بتاعت القانونية اللي ممكن تحكمنا في الوقت الآن الدائر وقت الصراع، وأسس المحاسبة ممكن تتعامل شنو. بيسعدني جدا إنه تكون معانا يعني عدد من المتحدثين المهمين جدا، وهيكون عندهم يعني تأثير أكيد كبير جدا، أو هي إضافات مهمة جدا في خلال الندوة والنقاش السفيري اليوم. هقدم مديرة النقاش اللي هي هتمسك النقاش من بعدي وتديره لقدام. وشكرا جزيلا لانضمامك لنا جوهرة كمال فنو. جوهرة بتعمل في معهد الولايات المتحدة للسلام وهي اقتصادية ذات خبرة في تنفيذ مشاريع التنمية في السودان ومنطقة الشرق أفريقيا، وبتشمل اهتماماتها الاقتصاد السياسي واقتصاديات النزاع والحراك اللا عنفي. شكرا جزيلا يا جوهرة، وتفضلي. شكرا يا حامد، شكرا على المقدمة. سعيدة جدا إنه أكون في الجلسة بتاعت الليلة مع عدد من الخبراء، وأتمنى إنها تكون جلسة مفيدة الناس تقدر تتناول فيها المواضيع المختلفة في ظل الوضع الصعب اللي بيمر به السودان حاليا. الحرب في السودان كادت أن تدخل ال4 أشهر، وشهدت فيها البلاد اقتتال واسع أدى لمقتل الآلاف حول البلاد، نزوح أعداد كبيرة إلى ولايات أخرى آمنة نسبيا، وإلى تجريف كبير في البنى التحتية. التجريف ده أدى إلى خلق أزمات في توفير المأوى، الغذاء والخدمات الصحية في مناطق النزاع والمناطق المتاخمة لها على حد سواء. في حين أنه لسه صعب نجيب إحصائيات واضحة للضحايا، إلا أنه آخر الإحصائيات من منظمة الهجرة الدولية بتقول أنه عدد النازحين في جميع أنحاء السودان تجاوز 2.5 مليون شخص في جميع الولايات، واللاجئين أو اللي عبروا الحدود إلى دول الجوار ارتفع إلى أكثر من 800 ألف شخص. والمجموعتين ديل، النازحين داخل السودان واللاجئين خارجه، بيعانوا بشدة من المشاكل المتعلقة بالاستقرار وسبل المعيشة. في بعض الناس بيرجعوا أزمات السودان الحالية إلى انعدام الصبغة الدستورية المستدامة في الدولة منذ الاستقرار. كما يرى البعض أن الاحتراب الحالي في السودان تم التوطيد له منذ الوثيقة الدستورية في 2019. البعض بيروا أنه الانقلاب العسكري في 2021 عقد الوضع بتعطيل بعض الأحكام في الوثيقة الدستورية، وفي ناس كانوا بيشوفوا الانقلاب أصلا خطوة غير دستورية من الأساس. من ناحية أخرى يدور كثير من النقاش حول الاتفاق الإطاري والعمليات السابقة له كمحفزات للأزمة الحالية. وفي الوقت اللي بتشهد فيه البلاد داخليا وخارجيا صولات وجولات من المفاوضات، واللي نالت حظها من التداول، التجاوب والانتقاد داخل وخارج السودان، وتشتتت بين عدد من العواصم الإقليمية، كان في عدة مبادرات محلية رامية نحو مشاركة فعالة للمدنيين في تجاوز العقبة الحالية ووضع أساس للمرحلة القادمة. الليلة بنهدف لتناول آثار الحرب على الإطار القانوني والدستوري، بما أنه في نقاش كثير حول الأزمة الدستورية كمدخل لعدد من الأزمات المعاصرة في السودان. دارين برضو نتناول And other modern crises. Also, we're going to speak about the different priorities of peaceful constitution building and establishment. So we're going to speak about the different experiences that Sudan has undergone, as well as other comparative expertise and examples, as well as legal and judiciary accountability. So today we're having different experts. طويلة في مجال في مجال صناعة الدستور، المجال القانوني، وفي العمل داخل وخارج السودان. نتمنى إنهم يقدروا تتاح لهم الفرصة في إنهم يساهموا معنا. تمام، هحاول أتكلم بصورة أبطأ شوية على أساس نتيح الفرصة للترجمة. طيب،
المشاركة الأولى هتكون من دكتور سامي سعيد. دكتور سامي سعيد هو رئيس برنامج أيديا في السودان منذ العام 2020، وفي مناصبه السابقة في الأمم المتحدة كمستشار قانوني في مكتب الممثل الخاص للأمين العام، قدم العديد من التحليلات والبحوث حول القضايا القانونية لمرحلة ما بعد الفترة الانتقالية. تشمل خبرة دكتور سامي السابق ممارسة القانون أمام المحكمة الدستورية في السودان، تدريس القانون العام، ودعم منظمات المجتمع المدني في تطوير التدريب على بناء السلام ومنع التطرف العنيف ومكافحته في القرن الإفريقي، والمشاركة السياسية للمرأة في بيئة ما بعد الصراع. كمان اهتمامات دكتور سامي بتشمل الدستور والديمقراطية والعدالة الإصلاحية، العدالة الانتقالية، وحقوق الإنسان وحل النزاعات. دكتور سامي مرحب بك، ممكن تقدم لنا المداخلة بتاعتك؟ شكرا جوهرة. كانت الفكرة بأنه أنا هقدم المداخلة بتاعتي في حالة أنه سامي الهاشمي حصل لها مشكلة فنية، ما أعرف لسه أنا أبتدي ولا سامي الهاشمي تتدخل، ما أعرف. والله أنا دخلت الآن، يعني كيفكم يا جماعة؟ السلام عليكم. طيب ممكن جوهرة تقدم بعد تخش أنت. شكرا. تمام، بعتذر دكتورة سامية، ما شفت لأنه كنت في الصفحة الثانية ما شفت دخولك. أهلا بك. المداخلة الأولى حتكون من دكتورة سامية الهاشمي، هي محامية مؤسسة. معليش ما سمعتك. سامية الأستاذة، ما أنا ما سامية الهاشمي. الأستاذ سامية الهاشمي محامية مؤسسة مشاركة ورئيسة منظمة متعاونات، وهي منظمة تستخدم القانون كأداة استراتيجية للتغيير الإيجابي للمرأة في السودان. تعطي متعاونات الأولوية لحقوق المرأة، حقوق المرأة في الدستور، إشراك المرأة في كتابة الدستور، الإصلاح القانوني، محو الأمية القانونية، ووصول المرأة للعدالة. كانت متعاونات أول منظمة في السودان تطلق عيادات المساعدة القانونية وبرامج محو الأمية القانونية والتي تستهدف النساء. كما تشارك متعاونات بشكل كبير في تنفيذ المجتمع المدني لاتفاقيات التعاون بين السودان وجنوب السودان. دكتورة سامية هي أيضا مؤسسة للعديد من الشبكات النسائية في السودان، وهي مدربة بارزة ومدافع عن حقوق المرأة. أهلا بك أستاذة سامية، مع حفظ المقامات، وممكن تتفضل تقدمي مشاركتك. شكرا جزيلا. شكرا ايديا يعني لهذا الويبينار، وبفتكر يعني مناسب جدا وقته، عشان احنا يعني بعد يعني قيام اندلاع الحرب في 15 ابريل، افتكر خدنا يعني وقت كفايه يعني في الحديث عن ما ينبغي عمله يعني فور اندلاع الحرب. الان في يعني يمكن المفاوضات اللي بدات لوقف إطلاق النار، والآن الدعاوى مش لوقف إنما لإنهاء الحرب تماما. نعتقد إنه من المهم جدا يكون في استعداد للسودانيين، استعداد يعني معرفي واستعداد يعني نفسي، لأنه ما بعد إيقاف الحرب كيف سيدار السودان، كيف سيحكم السودان. طيب أنا يعني هأتكلم عن رؤى المجتمع المدني للإطار الدستوري، وما هو الوضع الدستوري الآن يعني يحكم السودان الآن. يعني بنعلم كلنا إنه الوثيقة الدستورية 2019 هي يفترض إنها هي الحاكم للوضع الدستوري في السودان، لكن هذه الوثيقة الآن يعني في نظري لم تعد موجودة لعدة أسباب. أولا إنها هي يعني كانت قائمة So we had a political agreement between the military and the political the military side and the political side. But right now on the ground there is no such agreement. It was abolished on 25 October. تم 21 تم القضاء او الانقضاض على الوثيقة الدستورية 2019 بتجميد عدد من المواد هي اللوج هي trying different articles which represent the essence of this constitutional document. So articles 11, 12 and 15, 11, 12, 15, 71, 72, 16, 24, paragraph 3. So all of these articles have been frozen and have been suspended
من البرهان يعني بسياسة الأمر الواقع حتى بإعلانه So it was declared, مباشرة القائد العام it was directly declared by the head of the military that as of 12 November 2021, these articles have been frozen, and I think there has been no constitutional framework supporting this decision. So this decision has got no legitimate basis in the first place. So in the same framework, we challenged, we filed an administrative challenge against this decision of suspension of the constitutional document and declared emergency, especially that this very same document stipulated the different practical steps of declaring or announcing emergency. So the current situation, I can say that there's a void, a constitutional void in Sudan nowadays because of the aforementioned reasons. So nowadays, at the constitutional level, Sudan has got no constitution that regulates its affairs. It's according to certain parties to make decisions, critical decisions, and in a non-legitimate way. So we need to think about the post-conflict or the post-war period. How is the constitutional situation going to be? What is the constitutional framework that is going to regulate Sudan after war? So right now we have the constitutional document that was frozen, as well as the draft constitutional document that was established based on negotiations between the entity or the different lawyers on how to go forward and how to establish our constitutional framework. So the constitutional document of 2019 speaks about the nature of our government, diversity, the role of the parliament, as well as the role of the transitional period. Article 16 is very critical. It speaks about reforms at different levels, all in its comprehensive aspect. So institutional, constitutional reforms. وإنشاء تفكيك نظام الثلاثين من يونيو. يعني دي كانت تقريبا المعالم البارزة للوثيقة الدستورية 2019. So these were the main pillars of the constitutional document of 2019. So lawyers spoke about the federal and parliamentary nature of the country and also ومهام الفترة الانتقالية or the role or the critical or the missions of the transitional stage. We spoke about the demographic aspect, also the military and medical aspects, transitional justice, economic development, and external affairs or international relationships. So all of these points were actually mentioned in the draft constitutional document. However, after war, there have been so many changes. And I myself think that each temporary constitution needs to include certain aspects or certain topics, especially the security and military reforms, the nature of the military institution. يعني منتوج الحرب النهائي هو حيكون عنده أثر في الإجابة على هذا السؤال.
طيب أيضا من المواضيع الهامة التي ينبغي So على concerning the other topics that need to be included in any future constitution is reparation. Also, demobilization, reintegration, war crimes, transitional justice, institutional reforms, and all other cases or criminal cases that need to be included or tackled by transitional justice in the constitutional document. Also, we need to speak about the form of the government. Can we still speak about a federal government, or is it there's a lot of controversy concerning how the situation after war is going to be different from that before the war. Also, feminist groups have been speaking about the necessity of looking into the document that was developed by the that was developed by the Bar Association or the body of lawyers, and the number of measures and policies that need to be developed, the right to peace and participation, the right to political participation, and also spoke about حق الوصول للعدالة من المسائل اللي يعني تم تناولها برضو بإسهاب. طيب يعني في سؤال بيتبادر للأذهان، من سيقوم بكتابة هذه So الوثيقة؟ one question that needs to be asked is who is going to draft or who is going to elaborate this document. So we are speaking about an exceptional condition. So we're not going to use the referendum or the legislative council. We're speaking about an exception and different experiences, for example, in Indonesia, Costa Rica, where there were such conflicts or similar conflicts. So we can inspire from these human experiences and create or come up with new methods that are updated to the Sudanese context. So we need interaction. You can ask questions, you can add any comments or anything you want to say. Thank you so much, Mrs. Samia, Professor Samia. So I will try to sum up your intervention for those or for the newcomers or the new joiners, at least to be at the same wave. So I would like to remind participants that they are free to ask questions in the chat bar or the chat room. And there's interpretation for those who need it. There are two channels, Arabic and English. So Mrs. Samia, in her intervention, was speaking about civic society and the constitutional framework, and she established a comparison between the pre-war and post-war Sudanese situations. That she spoke about how different articles of the constitutional document were frozen and that this decision has got no legitimate basis. She spoke about an administrative challenge concerning the different steps of declaring or announcing emergency. الآن السودان يدار دستوريا بسياسة الأمر الواقع. So she's saying that nowadays Sudan is being regulated without any laws or any constitutional frameworks, and she's speaking about or and she's asking how to find solutions to this dilemma. Also, she spoke about the differences between the draft constitutional document and it how it included
دكتورة سامية برضو ذكرت نقاط مهمة لملامح الدساتير في فترة ما بعد الحرب أو أي شكل دستوري في فترة ما بعد الحرب، إنه لازم يتناول الإصلاح الأمني والعسكري، سؤال الدمج والتسريح، شكل المؤسسة العسكرية، التعويض وجبر الضرر، مفوضيات اللاجئين والنازحين، العدالة الانتقالية، وشكل الدولة أي كيف تدار الدولة. في جانب مهم برضو تناولته أستاذة سامية من ناحية المجموعات النسوية اللي هي كان عندها محاولات جيدة في تقييم الوثائق الدستورية أو المقترحات اللي تم تقديمها من الجهات المختلفة، فكان في محاولة للنظر لوثيقة المحامين من منظور نوع اجتماعي، وكان في منها مخرجات تم جمعها في كتيب متاح. تحدثت برضو المحاولات دي عن وضع النساء بصورة خاصة في مناطق النزاع. الجزء الأخير اللي هو جزء مهم برضو تناولته الأستاذة، من سيقوم بكتابة الوثيقة في ظل الوضع الحالي. في الإجابة عن النقطة دي، أستاذ سامي ذكرت إنه في تجارب كثيرة في دول أخرى مرت بأوضاع مشابهة للسودان يمكن الاستلهام منها أو ابتداء تجارب أخرى ممكن تكون مناسبة أكثر مع السياق. شكرا أستاذة سامية. قبل ما ننتقل للمداخلة الجاية، لو ممكن أطرح عليك سؤال واحد، أنت في رأيك كيف ممكن المجموعات المدنية المختلفة بالذات الشبابية منها العاملة هسه حول السودان ممكن تدعم المحاولات بتاعت العمل الدستوري، أو كيف ممكن تندمج في الحراك الحالي اللي ممكن يكون بيحاول يضع إطار دستوري للمرحلة القادمة؟ لو ممكن تعمل ان ميوت يا استاذ سامي. يعني الفترات السابقة المجتمع المدني يعني بذل مجهودات كبيرة جدا، ويمكن حتى من أيام يعني الحكم المبات كان في عمل دؤوب توعوي متعلق بالمفاهيم الدستورية وكيفية صناعة الدستور. يعني كان في مشاريع ضخمة جدا، وفي كان يعني أوتريتش يعني شغل كبير برضو في الولايات وكده. ويعني وبرضو بعد الثورة حصلت يعني حصل نقاش، وبعد الانقلاب برضه حصل نقاش يعني ثر حول الوثيقه الدستوريه وماذا تحوي، ينبغي ان تحوي، ومثل هذه يعني الامور. فانا بشوف انه يعني قوى الثوره الحيه والشباب ولجان المقاومه وقطاعات يعني عريضه من المجتمع السوداني بقى عندهم الوعي والفهم يعني الكامل لما هو الدستور. ده بيسهل يعني عملية يعني اندماج، يعني اندماج المجموعات دي. يمكن العمل الدائر الآن في توحيد المبادرات وفي جمع الصف المدني يعني وعلى الأقل ويعني مع بعض وتنسيق الجهود دي، ده يعني العمل ده مع استغراق، يعني إنه الناس هم مستعدين يعني ذهنيا ومستعدين بالمعلومات يعني المتوفرة لهم حول صناعة الدستور، في إنه فعلا الناس تتوافق على دستور يعني دستور رشيق يعني يحوي على القضايا الأساسية، وما يعني ما نزحم الفترة الانتقالية ب يعني مهام يعني طموحة لا يمكن أن تنجز في وقت يعني محدود ومع وجود التحديات. فأنا بعتقد العمل الآن الدائر بتاع تجميع المبادرات ده ممكن تكون فيه واحدة من القضايا اللي هي صناعة الدستور، يعني على أساس إنه يعني إيقاف الحرب وإيصال المساعدات الإنسانية دي مسألة في غاية الأهمية وذات أولوية قصوى. لكن في ذات الوقت أنا بعتقد إنه الكلام عن الوضع الدستوري وعن ماذا سيكون الإطار الدستوري للسودان بعد إنهاء الحرب دي مسألة في غاية الأهمية والأساسية، بحيث إنه ينبغي تناولها فيما نتداوله من تشاورات وحوارات. تمام، شكرا أستاذة سامية، ونرجع لك مرة ثانية أثناء النقاش للتجاوب مع الأسئلة المطروحة من المنضمين لنا. المداخلة الجاية حتكون من الدكتور سامي سعيد. برضو قبل ما أدخل المداخلة الجاية بذكر الناس بصندوق الأسئلة والأجوبة على أساس إنه لما نجي للنقاش نقدر نتناول بعض منها. دكتور سامي زي ما عرفت عنه قبل، أعيد التعريف للناس المنضمين مؤخرا مع إنه معروف لدينا. دكتور سامي هو رئيس برنامج أيديا في السودان من سنة 2020 في مناصبه السابقة في الأمم المتحدة كمستشار قانوني في مكتب الممثل الخاص للأمين العام، قدم العديد من التحليلات والبحوث حول القضايا القانونية.
تشمل خبرة أستاذ سامي أو دكتور سامي سابقا ممارسة القانون أمام المحكمة الدستورية في السودان، تدريس القانون العام، دعم منظمات المجتمع المدني في تطوير التدريب على بناء السلام، منع التطرف العنيف ومكافحته في القرن الإفريقي، والمشاركة السياسية للمرأة في بيئة ما بعد الصراع. وتشمل اهتماماته البحثية الدستور والديمقراطية، العدالة الإصلاحية والعدالة الانتقالية، حقوق الإنسان وحل النزاعات. أهلا بك دكتور سامي، نسمع مداخلتك حول التجارب والمقارنات بين تجارب من دول أخرى حول الوضع الدستوري بعد الأزمات. شكرا. طيب، شكرا جزيلا جوهرة، شكرا الأستاذ سامي الهاشمي، وشكرا للحضور جميعا، ونتمنى للسودانيين بأنه يشهدوا في الأيام القادمة تطور باتجاه السلام والاستقرار السياسي ووقف الحرب والنزاعات. مداخلتنا بتتم بشكل أساسي حول يعني ما هي العملية السياسية الممكنة أن يتم خلالها في ظل ظروف الحرب والنزاع التي نشهدها الآن في السودان. كيف في ظل الظروف دي، في وفق عملية سياسية، يمكن صناعة دستور لإدارة هذه المرحلة؟ وفي ده من المهم بمكان إنه نقول بأنه يعني الدستور أيا كان في أي ظروف اللي هو بينتج فيها، لابد إنه هو يكون ناتج عن عملية بتاع التحليل سياسي واجتماعي واقتصادي، يعني بيشمل كل أبعاد العلاقات في البلد المعني، وفي حالتنا دي كل الأبعاد الخاصة بالمشكلة السودانية ومستقبلها واتجاهاتها، وفي ذلك كذلك استيعاب أهداف الدولة في المرحلة التاريخية المعينة. هذا التحليل مهم شديد لأنه هو تحليل علمي وبيقود بالنتيجة إلى أن يصل الناس للأهداف اللي هم بيستهدفوها، وبيصلوا للحلول اللي هم بيرجوها من خلال هذا التحليل. أما عملية اللصق والاقتباسات بدون تحليل علمي، هي دائما بتنتج لأن تكون هي غير مستوعبة للواقع، وبالتالي كذلك بتكون فاشلة يعني. بالتالي في ظل الظروف الراهنة دي، من المؤكد بأنه في اتفاق بأنه يعني أي دستور بيتم اقتراحه مفترض أنه هو يلبي التطلعات ويحاول يعالج المشاكل ويتطرق للمسائل التي تهم عملية الاستقرار السياسي في السودان وإنهاء حالة الحرب وتعزيز عملية التعايش السلمي بين المكونات الاجتماعية. ففي ده من الظاهر بأنه الأهداف واضحة، بأنها هي مرتبطة ببناء الدولة الجديدة، بإعادة صياغتها، ببناء الهوية الجماعية للسودانيين، وموضوعات المتصلة بالمواطنة وحقوقها في ظل الدولة السودانية الجديدة. لا سيما أن الحرب هي تجي نتيجة لاختلال في العلاقات أو في عدم فهم السياق السوداني، وبالنتيجة كانت الدساتير أو كانت الآليات المتبعة لا تعالج هذا الوضع، أو لم تكن متوقعاه أو تكون متوقعاه لكن لم تقترح الآليات المناسبة لمعالجة مثل هذه المشاكل، فبالتالي تنفجر الأوضاع دون أن يكون لها أي كابح أو أن يكون لها أي مؤسسات تعالج مثل تلك الأزمات. إذن السودانيين بحاجة لأنهم يعكفوا على التفكير العميق لما هي جذور المشكلة وكيفية حلها وكيفية ضمان عدم تكرارها مرة أخرى. في هذا الأمر من المهم بمكان أن تكون في ظروفنا الحالية أن الدستور هو إذن آلية من آليات صناعة السلام، لأن الحرب هي بتتصدر الأجندة الحالية. وكذلك عملية الاستقرار السياسي بوصف إنه عملية الاقتتال من أجل احتكار السلطة أو القبض على السلطة هي واحدة من أهداف الحرب، فبالتالي برضو موضوع معالجة الاستقرار السياسي والاجتماعي وخلق عالم الاستقرار. هذه النظرة لازم هي تشمل ضمن ما تشمل، زي ما بتشمل المبادئ مفترض إنها هي تشمل كذلك الإجراءات، المؤسسات، وهكذا. عشان أشرح الحتة دي برضو، يعني إنه لربما إنه الناس يروا بأنه هنالك تكون في فيدرالية، إنه الناس يحسوا بأنهم كلهم بيلقوا موقع إنه يمارسوا فوق السلطة على المستويات المحلية والمستويات القومية، ولكن هذه المبادئ محتاجة إنه آليات تجعل هذه المبادئ فعالة وهكذا. فمن الضروري بأن تكون في مؤسسة إذا احتربت ولاية ضد ولاية أو اختلفت الولاية مع المركز أو حصل، لابد تكون في آلية
واضحة كيفية تحل هذه الأزمة على سبيل المثال يعني. وهكذا تكون في مبادئ وتكون في آليات وتكون في إجراءات معينة بأنه تحاول تحمي صيرورة واستقرار العملية السياسية بشكل عام. في ده من المهم بمكان بأنه نقول بأنه المفاوضات من أجل السلام أو العملية السياسية اللي بتنتج هذه المنظومة الدستورية غالبا حسب ما نحن بنشهد في التجارب السودانية السابقة والتجارب الأخرى المماثلة إنها تمر عبر عملية بتاع التوافق، يا سياسي يا عملية من أجل وقف عملية الحرب من خلال اتفاق بتاع سلام. ومن المهم هنا نقول برضو إنه يعني استكمال الجزء الأول من الكلام، أنا قلت بأنه الدساتير مهما كانت هي تم إنتاجها بصورة غير علمية وليست مقتبسة للتحليل العلمي للواقع، بالضرورة هي ما حتأدي الأهداف المفترض إنه يؤديها. فبالتالي إحنا نلقى إنه عدد من الدساتير كثيرة تم إحكامها بواسطة خبراء ولكن لم تنتج الأثر المطلوب في حفظ على السلام. ونحن نشوف في كل الدول اللي في الشريط بتاع الصحراء الإفريقية دي مرت بدساتير وكلها انتهت إلى حروب ونزاعات وانتهاكات لحقوق الإنسان. إذا حصلت الحرب وبقت إنه الناس حاسة بيعيشوا في واقع بتاع الحرب وبيجتهدوا بإنهم يضعوا نظرية جديدة لحكم السودان فيها يتم استقرار والسلام والتعايش السلمي وتتم فوق احترام المواطنة بشكل كامل. هذا دائما بيكون هذا الواقع بتاع إنه يكون في اتفاق هو مدخل لعملية صناعة السلام. وفي آخر ممكن يكون الناس يكون النزاع ليس واصل للصورة الحالية أو بيواصل الصورة برضه ممكن يكون واصل لها، لكن ممكن الناس يقترحوا صيغة بتاعت الحوار الوطني أو التفاوض الجماعي. وكذلك في آلية ثالثة إنه الناس ممكن يكون إنه عملية إنتاج السلام والاستقرار السياسي ناتجة عن عملية بتاعت قرار أممي صادر من مجلس الأمن يحتوي على To عملية بناء peace. So this peace building process requires indicators, clear indicators regarding the development of peace. So there are three different options that can be opted for in this process. And we lost the speaker. So in light of this conflict, it is clear that this is a conflict over power and it is also a conflict over wealth. This is between the different political actors. So since people are still fighting over these two components, power and wealth, we need to have a constitution that regulates this situation because fighting parties will not accept any agreement unless they are involved in the negotiation process and they are involved in the idea generation and development process. So this peace building process involves principles as well, principles of constitutional drafting. So we as Sudanese people, we need to work on this approach and we have already tried this approach several times, but this did not lead to any successes. And unfortunately, this did not lead to peace building, especially the comprehensive peace in Sudan. So these agreements were not an entry point to developing a constitution. So it is also important to mention that these agreements leading to drafting constitutions might succeed in case of constitutional experts negotiating and drafting an agreement, a clear agreement based on the constitutional, what we call the constitutional procedures or constitutional measures. So ideas that identify and clarify the way the constitution is going to regulate the situation. تتضمن الأحكام التي يجب أن يتضمنها الدستور، فيكون هو يتضمن إنه نظام الحكم هو نظام فيدرالي، النظام القضائي يكون فوقه نظام فوق استقلالية، وكذلك يكون في محكمة مستقلة هي المحكمة الدستورية بتشرف على حقوق الإنسان وعلى تفسير القوانين، وكذلك على حماية النظام الدستوري. تكون يعني هي الاتفاقية قد تكون متضمنة وشاملة لكل المبادئ الدستورية المفترض، فبالتالي يكون بصورة غير مباشرة الاتفاقية تضمنت الأحكام الدستورية. وهذا الأمر برضو كان واضح في اتفاقيتي نيفاشا وفي اتفاقية جوبا بأنه الأحكام كانت واضحة وحصل لها بس
تحويل من الاتفاقية إلى الدستور. المشكلة الأساسية في الاتفاقيات حسب تجاربنا كسودانيين بأنه هي تنتج المبادئ الدستورية، وبالتالي تنتج بطريقة مستعجلة وليست عن طريق تفاوض يشمل كل أصحاب المصلحة. وبالتالي من المهم بمكان، إذا كان هذه الاتفاقية ستتضمن مثل هذه المبادئ، من المهم بمكان إدراج المجتمع أو إدراج المتخصصين بأن يكونوا منذ البداية جزء من آلية التفاوض، على أساس أن يدركوا الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي أدت إلى الوصول للأحكام في الاتفاقية، وبالتالي يحاولوا أنهم يضعوا السياق الدستوري خلال المفاوضات بأنها تكون الفكرة الدستورية منسجمة مع بعض، لأنه في الاتفاقيات قد يكون في الباب الأول يتناول بعض الأفكار، في الباب الثاني يتناول أفكار مناقضة لتلك الأفكار، وبالتالي كلها تكون هي أفكار بتسييق العملية السياسية لكن متضاربة فيما بينها، والمؤسسات اللي برضو الموجودة فيها قد تكون مؤسسات غير منسجمة ومتضاربة في المصالح أو الاختصاصات. دي الفكرة ممكن تكون كيفية إنه يكون عملية الاتفاق السياسي أو عملية بناء السلام من خلال اتفاقية السلام. ممكن انه الدستور يكون جزء منها وكذا. عمليه الحوار الوطني برضو كذلك، مثلا في اليمن وفي ليبيا نحن شاهدنا بانه تم انتاج عمليات حوار طويل على اساس انتاج مبادئ وافكار مرتبطه بالعمليه الدستوريه، ومن خلالها تمت عمليه صياغه المبادئ الدستوريه. ليس بالضروره ان يكون نحن نذكر بانها هي نجحت ام لم تنجح، ولكن انه دي واحده من الصيغ المطروحه كمدخل لبناء الدساتير في فترة ما بعد النزاع أو في فترة التالية للنزاع أو كتدابير جاهزة متى ما انتهى النزاع أن يكون هنالك في مبادئ دستورية. الآلية الثالثة اللي أنا ذكرتها اللي هي الآلية أنه بتنتج مثلا الأمم المتحدة من خلال القرار الأممي، ودي نحن شفناها في برضه في تيمور الشرقية في كمبوديا. الأمم المتحدة ضمن القرار عملية صناعة السلام وعملية محاكمة الجناة إلى آخره وضعت مبادئ دستورية. نفس الأمر ده تم في ناميبيا برضو كذلك، بأنه مجلس الأمن في إطار حل النزاع أو الحرب في البلاد جاء مقرونا ذلك القرار بتدابير دستورية مؤقتة يتبناها المجتمع للوصول للاستقرار، وبعدها الانتقال إلى دستور يتم عبر الآليات المعهودة وليس الآليات الاستثنائية كما تفضلت أستاذ سامي الحاشم بالذكر. في هنا مشكلة، بعد ما بريفلي أنا بعد ما تكلمت عن الثلاثة محاور دي، في نقطة أساسية بأنه إلى أي مدى بأنه اتفاقية السلام هي بتكتسب العلوية على هذا الاتفاق على الدستور. هذه المعضلة اللي احنا واجهناها في أكثر من مرة بتتحلى دائما بأنه يكون التفاوض من أجل الدستور ليس شاملا فقط الأطراف المتحاربة، وهذا الأمر برضو هذا التفاوض بيساعد الناس في أنه يقلل ويقلص نسبة الإقصاء الذي دائما تجي دائما مصحوبة مع اتفاقيات السلام اللي هي بتحرص على إشراك الطرفين وسماع صوتهم أكثر من إشراك الآخرين. أنا في أي لحظة حسيت بأنه أنا تجاوزت الزمن ممكن توقفيني. في شكرا دكتور سامي، فعلا انت تناولت عدد من النقاط، افتكر ممكن نتناول اكثر بعدين في الاسئله اذا في تفاصيل اكثر، لكن لحد هسه بفتكر قدمت لنا نظره شامله للعمليه بتاعت بناء الدساتير في فترات الحروب. ممكن الخصها بصوره سريعه، ننتقل للمداخله اللي بعدها عشان نتيح للمشاركين انهم يتفاعلوا مع التقديم بتاعك. الله يخليك دكتور سامي. يتكلم عن صناعة الدستور في فترات ما بعد الحروب وتناول آليات مختلفة. في البدء الدكتور يتكلم عن العملية السياسية الممكنة لإجراء بناء أو وضع لبنات للدستور في الوضع الحالي، لأنه الدستور بالضرورة آلية من آليات صناعة السلام، يعني ما بنقدر نفصل من حالة الاحتراب الحالية. في نفس الوقت أكد أنه لابد أن يلبي أي دستور التطلعات وتعزيز تطلعات تعزيز عملية التعايش السلمي وإعادة بناء دولة جديدة. في البدء قبل ما نبدأ في العملية دي لابد من تحليل الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي بصورة علمية. وفي الإطار ده دكتور سامي برضو شدد على أن السودانيين بحاجة للتفكير العميق في جذور المشكلة الحالية. التفكير ده قد تنتج منه مثلا أشكال بتتضمن آليات أو مؤسسات لكيفية حل أي أزمات بين مستويات الحكم المختلفة أو بين المؤسسات المختلفة وهكذا. دكتور سامي برضو ذكر نقاط مهمة جدا عن 3 آليات يمكن أن تجرى بها عملية بناء الدستور في فترات ما بعد الحروب. الآلية الأولى أن يتم وضع لبناء الدستور كجزء من عملية بناء السلام.
الآلية الثانية الحوار الوطني والتفاوض الجماعي كآليات لصنع وبناء السلام، والآلية الثالثة قوانين أممية قد تشمل في بنودها عمليات بناء الدستور. بما أنه في معظم الحالات عمليات بناء الدستور أصبحت مرتبطة بعملية السلام والمفاوضات، قد تكون الاتفاقيات المبرمة مدخل لبناء الدستور، وذلك بأن تشمل الاتفاقية مثلا تبويب لبعض الملامح الدستورية مثل شكل الدولة وغيرها من الأحكام الدستورية. لكن المشكلة في الآلية دي زي ما ذكر دكتور سامي إنه الاتفاقيات دي قد تتم على عجل بصورة لا تشمل قدر كبير من التمثيل لقدر كبير من المجتمع والفاعلين في المجتمع وهكذا. كمان دكتور سامي تناول تجارب بعض الدول اللي مرت بتجارب مشابهة اللي هي ما بنقدر نحكم عليها سواء كانت Is witnessed by different countries. So, of course, there are similarities and differences. However, we can learn. آخر حاجة دكتور سامي برضو تناول النقطة بتاعت سمو اتفاقيات السلام على عمليات بناء الدستور، وكيف إنه ده ممكن يؤدي لبعض المعضلات اللي قدام. شكرا دكتور سامي، حأنتقل لتعريف المتحدث القادم، ومن هناك ممكن بعدك نفتح الباب للنقاش. المتحدث القادم هو دكتور أحمد الجيلي، محامي دولي يحمل الدكتوراه من جامعة هارفارد، وله بحوث دستورية عديدة عن السودان وعن طرح مسودة بديلة للوثيقة الدستورية. ناشط حقوقي قدم مذكر إلى المحكمة الجنائية الدولية حول مجزرة القيادة العامة، وشارك في طرح خارطة الطريق الثوري وخارطة الطريق الموحد لتوحيد قوى الثورة، وكان عضو اللجنة التيسيرية لآلية وحدة قوى الثورة وأحد متحدثيها الدستوريين. مرحبا بك دكتور أحمد، ونسمع مداخلتك معنا الليلة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، وشكرا لك وشكرا لاستضافتكم، واتشرف أكون مع هذه الكوكبة من القانونيين السودانيين. في البداية حابب أترحم على أرواح الشهداء اللي سقطوا في هذه الحرب اللعينة، وكذلك من سقطوا في على يد العسكر والجنجويد أيام الانقلاب وخلال الثورة منذ بدايتها. أنا حابب بس أقول إنه أنا في الأول ما بتكلم كأكاديمي ولا أدعي الحياد الأكاديمي، لكن كناشط قانوني، والناشط القانوني بالضرورة منحاز إلى فكرة، وهي فكرة وصف الثورة السودانية وصف العدالة وصف التحول الديمقراطي في ظل أطر دستورية سليمة. حابب أتكلم عن الملامح الترتيبات الدستورية المطلوبة لفترة ما بعد الحرب، لكن من الصعب الحديث عن ملامح المستقبل إذا ما كان في بعض الدروس المستقاة من الماضي، ولو باختصار شديد، ما عايز أسف فيها لأنه الأخوان والأخوات تكلموا فيها، لكن من نافلة القول إنه ليس من باب الصدفة إنه غياب الاستقرار السياسي في السودان منذ الاستقلال كان مقترن. In Sudan was always associated to a lack of instability, constitutional instability. So this chaos has always led to للسودان. والحكاية دي ما كانت في متن الدساتير فقط، ولكن حتى إجرائيا في الطريقة التي كان يتم بها المحاولة التوصل إلى دساتير، نجد إنه معظمها كانت مركزية إلى حد كبير، كانت من نخبوية إلى حد كبير، وكان في أطراف كثيرة لم تدخل في عملية صناعة الدستور. موضوعيا أنا تكلمت كثير في عورات الوثيقة الدستورية، سواء الأصلية أو كما عدلت عقب اتفاق جوبا، وكيف إن متون المتون الدستورية نفسها أسهمت في تقويض الفترة الانتقالية إلى حد كبير. لكن قبل كده برضو عندنا دستور 2005 برضو كان مليء بالعيوب والتناقضات. يعني إحنا عندنا بسبب كما تفضل دكتور سامي إنه الترتيبات الدستورية عادة ما تعقب اتفاق سياسي، فنجد إنه التلتيق السياسي اللي بيكون في الاتفاقيات السياسية بيلزم ما ممكن نسميه تلتيق قانوني، فنجد أن النصوص القانونية والنصوص الدستورية مليئة بالتناقضات. يعني دستور 2005 يتكلم على أنه الشريعة هي مصدر للتشريع، وبيتكلم أيضا على أنه مثلا الوثائق الدولية لحقوق الإنسان هي أيضا ملزمة، وكان في قرارات من المحكمة الدستورية بتحاول توزن
بين التناقضات الداخلية الموجودة في النصوص دي. الوثيقة بتاعت 2019 كذلك كان أكبر تناقض فيها كان والخطيئة الأولى هي الشراكة التي اعتمدت عليها بين المدنيين وبين العسكر، ووجدنا أنه كان في غياب كامل لإشراف الجانب المدني على المنظومة العسكرية. الفكرة الأساسية في الدولة في الفقه السياسي أنه الدولة عند الحصرية وسائل العنف or monopoly over coercion، وجدنا أنه الدولة المدني بشقها المدني ما كان عند تلك الحصرية، ولكن بقيت في يد العسكر. وبالعكس نصت الوثيقة الدستورية صراحة أنه الجيش هو من حقه أنه يصلح نفسه في المادة 8 من الوثيقة الدستورية. وغير العورات اللي كانت موجودة في الوثيقة نصا، وجدنا أنه حتى في تطبيقها على ضعف فشل الجانب المدني في الحد من تغول العسكر على سلطاتهم المحدودة، وجدنا فشل في حتى القيام بالترتيبات الدستورية اللي كانت منصوص عليها في الوثيقة، سواء من إنشاء المحكمة الدستورية أو إنشاء المجلس التشريعي، مروراً بالاتفاقية جوبا. وكان من الواضح في رأي الكثير من القانونيين أنه قدسية الدستور انتهكت بالتعديل المغلوط بطريقة مغلوطة للوثيقة عبر المجلس المشترك من مجلس الوزراء ومجلس السيادة، وذلك بخلاف ما نصت عليه الوثيقة. ده من الناحية الإجرائية. طبعاً من الناحية المضمونية، واتفاقية جوبا فتحت لنا باب المحاصصة التي كانت بداية النهاية في رأي الكثيرين. طيب نعمل فاست فورورد للفترة الحالية. كما تفضلت الأستاذة سامية، احنا في فراغ دستوري من 25 أكتوبر 21. في عندنا محاولة انقلاب وأيضا فشلت، وأيضا في المقابل بذلك كان في فشل من الجانب المدني في تقديم بديل مطروح. وزي ما تفضلتي في المقدمة، أنا كنت جزء من عدد كبير من محاولات توحيد القوى المدنية، لكن للأسف فشلت لأسباب عديدة، لعلها انعدام الثقة في المقام الأول بين المكونات المدنية المختلفة، لكن برضو كان في مصالح حزبية أحيانا تطغى، وكان في للأسف أيضا مصالح شخصية. لكن نافلة القول إنه إحنا فشلنا كشق مدني في تحقيق الوحدة، لأنه إذا كانت القوى المدنية قدرت تقدم بديل واضح للمكون العسكري بعد الانقلاب وقبل بداية الحرب، أعتقد أنه كان بإمكاننا أن نتلافى المأساة التي حدثت وبدأت وما زالت مستمرة منذ 15 أبريل. حين نتحدث باختصار عن طيب العمل شنو؟ العمل لابد أن نتحدث عن ما نريد وكيف نصل إليه. ما نريد ما يتخلي حتى من تجربتنا في محاولة التوحيد، في شبه إجماع على الملامح الرئيسية المطلوبة من ناحية دستورية. واحد، الناس أجمعت بعد الانقلاب وخاصة الآن بعد الحرب إنه لابد أن يكون هناك حكم مدني كامل الدسم. الشراكة أثبتت فشلها قبل الحرب، والأطراف العسكرية أفشلت أكدت فشلها بعد الحرب، فما يتخلى في أي سيناريو مطروح على الساسة من على الساحة من قبل أي قوة مدنية تتحدث عن أي دور لحميدتي، أي دور للبرهان في سودان ما بعد الحرب. وبالضرورة لذلك، غير الدور السياسي، لابد إنه أخيراً ننهي فلسفة الإفلات من العقاب. ليه؟ في رأيي إن كانت السبب الرئيسي فيما وصلنا إليه، لأنه أنت لما تسامحت مع جرائم حميدتي والبرهان في دارفور، وتسامحت مع جرائمهم في فض الاعتصام، وبعد ذلك جرائمهم بعد الانقلاب، فأنت بذلك لا يمكن أن تتسامح أيضا مع جرائمهم بعد الحرب، وإلا فأنت يعني تدعو هؤلاء إلى المزيد من القتل والمزيد من الإجرام. فلا بد people or these criminals to commit more crimes and more murders. كل من أجرم في حق الشعب السوداني، لابد أن يكون هناك إجماع إنه يكون في إصلاح للمنظومة العسكرية تحت قيادة واحدة وتحت إشراف مدني. لابد أن يكون هناك أيضا إنهاء للمحاصصة المقيتة التي
زي ما ذكرت بدأتها اتفاق جوبا، وكانت بداية النهاية للفترة الانتقالية. من الناحية الدستورية أيضا أظن كان من النقاشات اللي أدرناها قبل الحرب، كان أيضا في شبه إجماع إنه بدعة مجلس السيادة اللي هي بدعة بدت منذ الاستقلال لإرضاء السيدين وإرضاء الأحزاب المختلفة بعد ذلك، وأخيرا لإرضاء المدنيين والعسكر، هي بدعة أدت إلى المزيد من التشرذم في الساحة الدستورية السودانية والكثير من الخلاف والتغول. ففي إجماع إنه نبعد عن المنظومة دي. إذن ما هو النظام الأمثل؟ وهنا الواحد لازم يفرق، لأنه الناس بتكلم، شايف في الملاحظات والأسئلة، عن الدستور الدائم. الدستور الدائم وصناعة الدستور الدائم دي هتكون المنتوج النهائي للفترة الانتقالية. فإحنا لازم نميز بين الترتيبات الدستورية الدائمة للسودان وبين الترتيبات الدستورية لمرحلة ما بعد الحرب. فلما نتكلم على انه حيكون عندنا نظام رئاسي ولا برلماني، فيدرالي ولا مركزي، ده كل اسئله مهمه للفتره، للدستور الدائم اللي حيجي في نهايه الفتره الانتقاليه. لكن لما نتكلم عن الفتره الانتقاليه ذاتها كيف ستحكم، فالترتيبات الدستوريه المؤقته يحكمها ما هي اهداف هذه الفتره، وما هي ما هو الغطاء السياسي او المشروعيه، وهو سؤال مهم جدا، المتوفر للأطراف الضالعة في الحكاية دي. فبالنسبة لي أنا أهداف الفترة الانتقالية زي ما قلت، هو أولا إنهاء الحرب والانتقال لفترة انتقالية حقيقية، واثنين إكمال عملية الانتقال الديمقراطي اللي هي بتعرفها حاجتين أساسيتين: إقرار دستور دائم وعملية انتخابات تليها. فكل طلب من أو كل هدف من الأهداف دي، ما نفترض انه المشروعيه او الغطاء السياسي المطلوب له واحد، فلازم نفرق بينهم ونتكلم انه السؤال بتاع، يعني في الفقه السياسي والفقه الدستوري، سؤال المشروعيه ده مهم جدا في اي عمليه انتقال. الشرعيه الانتخابيه دي حاجه واضحه، زول بينتخبوه في انتخابات ويبقى عنده شرعيه واضحه، لكن احنا من 2019 بنتكلم على ما يسمى بالشرعيه الثوريه، اللي هي كانت الأساس للوثيقة الدستورية، وعلى أساسها تم بقت هي الدستور الأعلى في السودان. لكن في ضوابط معينة لازم نتكلم عليها لما نتكلم على مفهوم الشرعية الثورية في فترة زمنية، في محدد زمني، لأنه في علاقة، الواحد ممكن يقول إنه في علاقة عكسية بين الشرعية الثورية والزمن، إنه كل ما أنت بعدت من نقطة البداية، سواء كانت بنعتبر نقطة البداية 2019 أو نهاية الحرب، فبعد فترة معينة بتفقد الشرعية اللي كنت متمتع بها في بداية الفترة دي. ممكن الواحد نظريا يفكر في الشرعية الثورية كأن انتخابات عبر الثورة، يعني فترة انتخابية واحدة اللي هي 3 إلى 4 سنين، ممكن حسب التجارب الدول الثانية بتدي الغطاء الثوري قد يكفي، لكن بعد ذلك لابد من أن يكون هناك عملية انتخابية والعودة إلى الشرعية الانتخابية. بعد ذلك أنت عايز تعمل شنو خلال الفترة دي؟ عذرا للمقاطعة، بس لو ممكن نكمل النقطة دي وبعد ذلك نرجع لتفاصيل أكثر في جانب الأسئلة والأجوبة، عشان نتيح للمشاركين إنه يتحاوروا معاك. يعني آسف للإطالة، بس فأختم بقول إنه نوع الشرعية ونوع الهدف المطلوب هو بيحدد الخطوة المطلوبة. لذلك من المقترح إنه نبدأ بما نسميه فترة قبل انتقالية تكون منوط بها فقط إنهاء الحرب، فترة من 6 إلى 12 شهر، وبعد ذاك يكون في فترة انتقالية كاملة يكون في نهاية الدستور الدائم، ودي اللي يكون فيها عملية الشرعية الثورية عبر إما إجماع بين القوى المدنية أو عملية انتخابية لتأسيس جمعية تأسيسية تكون هي المنوط بها. آسف على الإطالة، وممكن نتكلم أكثر في الأجوبة والأسئلة. شكرا استاذ احمد على التقديم بتاعك. بصوره مختصره اتكلمت عن انه ما في صدفه في انه غياب الاستقرار السياسي مرتبط بغياب الاستقرار الدستوري من ناحيه المتون والاجراءات. اتكلمت عن تناقض نصوص الوثيقه الدستوريه،
برضو تناولت عدم مقدرة القوى المدنية على تقديم البدائل في الفترات المختلفة، وده أدى إلى انزلاق أكثر في المشاكل اللي إحنا فيها. بصورة برضو واسعة تناولتها إحنا عايزين شنو بنصل له، وكيف ما الذي نريده وكيف نصل إليه. مثلا واحدة من الحاجات أو الخلاصات اللي أنت بتفتكر المفروض الناس تنظر لها في فترة بعد الحرب، إنه لا يوجد سيناريو منطقي للشراكة، لابد من إنهاء فلسفة الإفلات من العقاب وغيره. اتناولت السؤال بتاع ما هو النظام الأمثل في فترة ما بعد الحرب، وفي الناحية دي فرقت لنا ما بين الترتيبات الدستورية المؤقتة وبين الترتيبات الدستورية الدائمة. برضو ذكرت بعض الأولويات كإنهاء الحرب في الفترة الحالية، وبعد ذاك بيجي بعضها وضع أساس دستوري للفترة القادمة. أخيرا تناولت نقاط مهمة جدا عن الشرعية الانتخابية والشرعية الثورية اللي ضبطتها ببعض الشروط، منها إنها تكون مربوطة بزمن معين وبأهداف معينة، مثلا كنهاية يكون في عملية انتخابية أو كده. بس أستغل فرصة إنه أنا مديرة للنقاش وأسألك سؤال لاحق ما عنده علاقة مباشرة أو بيرتبط بصورة عامة بالكلام اللي إحنا بنتناوله، لكن ما عنده علاقة بالتقديم بتاعك، مرتبط بشغلك السابق اللي هو لياتو. مدى بتفتكر إنه أو شنو الأسس اللي بنقدر نضعها لضمان إنهاء الإفلات من العقاب، لضمان تنفيذ الجزاءات على العدالة التقصيرية، العدالة الجنائية في إطار بتاع القانون الدولي وفي إطار المحكمة الجنائية الدولية، خصوصا إنه لحد هسه المحكمة الجنائية المانديت أو العمل بتاعها ما بيتجاوز إقليم دارفور، يعني الانتهاكات من 15 أبريل لحد هسه ما مدمجة حتى الآن. فمن واقع خبرتك ممكن تفيدنا في النقاط دي. ممكن تعمل ميوت دكتور أحمد؟ أميوت؟ ايوه عفوا سامعني. طيب باختصار شديد، طبعا كان عندنا في نقطه تحول مهمه حصلت الاسبوع الفات، اللي هي كانت انه المحكمه الجنائيه الدوليه قالت انها حتبدا فعلا التحقيق في انتهاكات الحرب في اقليم دارفور، لانه كانت تواردت الانباء عن وجود مجازر جماعيه ومدافن جماعيه واحداث اغتصاب وخلافه. فده في رأيي دي نقطة مهمة جدا، لأنه حسب الإحالة الموجودة من مجلس الأمن فالمانديت أو السلطة المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم التي تقع في إقليم دارفور ما محدودة زمانيا، فأي جريمة تحدث في دارفور تدخل ضمن سلطة المحكمة الجنائية الدولية. وإحنا دفعنا بأكثر من ذلك، قلنا في إطار الحرب وقلنا أيضا في إطار فض الاعتصام، إنه بما إنه ميليشيا الجنجويد فيها عناصر كثيرة جدا من دول هي أعضاء في اتفاقية روما مثل تشاد والنيجر، فحتى جرائمهم اللي بتحصل في الخرطوم ومدن خارج دارفور هي أيضا تقع داخل سلطة المحكمة الجنائية الدولية، ومن حقها انها تحقق في جرائم دي. الحكايه دي ما حصلت لاسباب عديده في فض الاعتصام، ممكن نتكلم عليها بعدين، لكن في رايي انه المشاركه كانت على نطاق اوسع كثير جدا في خلال الحرب دي، وشفنا فيديوهات لقاده تمرد من تشاد ومن غيرها موجودين في شوارع الخرطوم، فالاساس القانوني موجود للمحاسبه على كل الجرائم. لكن في جميع الاحوال سواء كان الجرائم الموجوده في دارفور او الجرائم الموجوده في الخرطوم، نجد انه دخول المحكمه الجنائيه على الخط واحتمال اصدار امر قبض لقاده ميليشيا الجنجويد على الجرائم التي حدثت الان او حتى على جرائمهم السابقه في اقليم دارفور لان هم كانوا ضالعين فيها، ده قد يكون نقطه تحول وبدايه النهايه للحرب دي باخراج هؤلاء الفاعلين من اللعبه السياسيه، لانه حيكون الثمن السياسي لدعمهم سواء للناس اللي حواليهم او الدول اللي بتدعمهم، الثمن السياسي حيزيد كثير جدا لو حصل اصدار امر قبض اللي هو احتمال وارد جدا باذن الله. تمام، شكرا دكتور أحمد. هأتناول بعض الأسئلة اللي تم ذكرها في صندوق الأسئلة والأجوبة، أتمنى الوقت يسعفنا إنه إحنا نمر عليها كلها أو معظمها. في سؤال من علي حمد بتناول قضايا الحكم أو قضايا نظم الحكم، بيقول إنه من الواضح إنه الحكم الفيدرالي أو الكونفدرالي أم لابد منه في اتفاق جوبا لسلام السودان، منح الحكم الذاتي لمنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وأيضا صفة حاكم عام لمنطقة دارفور دون باقي ولايات السودان. بعد 15 أبريل تصاعدت الأصوات بضرورة تطبيق النظام الفيدرالي للحكم، أكد ذلك البيان الأخير للحرية والتغيير الصادر من القاهرة، وكذلك تصريحات مستشار قوات الدعم السريع.
لأن الحكم الفيدرالي هو الحل الأمثل لمشاكل السودان. دي كانت التوطئة. السؤال: ما هو التكييف والآليات القانونية المطلوبة لوضع الحكم الفيدرالي أو الكونفدرالي موضع التنفيذ؟ بمعنى آخر، هل المؤتمر الدستوري هو الآلية المناسبة أم الاستفتاء أم آلية الجمعية التأسيسية المنتخبة؟ ده سؤال بفتكر الخبراء الثلاثة هم في موضع جيد ممكن يجاوبوه. باختصار، كيف يمكن إضفاء الشرعية على قرار الحكم الفيدرالي أو الكونفدرالي؟ ده السؤال الأول. في سؤال تاني برضو بيتناول وضع دستور دائم، إنه بيكون شكله كيف، هل سيتم عقد مؤتمر دستوري، كيف ومن يشارك والمدة الزمنية لانعقاده أو كده. مرتبط جدا بالسؤال الأول. وفي سؤال عن المبادئ فوق الدستورية في صناعة أي دستور مستقبلي بعد الحرب، ومدى فعاليتها في الحالة السودانية. بفتكر الثلاثة أسئلة دي عندها علاقة بعملية صنع الدستور أو كتابة الدساتير وكده. فدكتور سامي أو دكتور أحمد أو أستاذة سامية، ممكن دكتور سامي فتحت الكاميرا معناه مستعد للإجابة، ممكن تتفضل. انا بس انه في حقيقة مرة كنت قاعد امر على الاسئله المطروحه في الصندوق بتاع الاسئله، وكلها اسئله جميله. يعني فيما يتعلق بالسؤال اللي ذكره علي حمد، يعني برضو انا بقرنه برضو بسؤال جاي من يوسف حسن حول عمليه صنع الدستور والمؤتمر الدستوري. انا بعتقد بانه مثلا في الفكره اللي تم تنفيذها في دستور 2019، انه تم تبني النظام الفيدرالي كما هو كان قائم في الفتره ما قبل الثوره، وتم الذهاب على هذا الاساس. في العمليه بتاعت نظام الحكم بشكل عام هي بتخضع للمشاورات والتفاوض الطويل خلال الفتره الانتقاليه، واللي هو دائما لو اعتمدنا الصيغه اللي اتعملت في 2019 انه كان في آلية بتاع التفاوض طويلة المدى اللي هي سيما المؤتمر الدستوري. إذا النظام النهائي المعتمد الذي يحظى على قبول وتوافق السودانيين المفترض أن يمر عبر عملية نقاش يتوصلوا فوق، لأنه النظام الفيدرالي هو النظام الأمثل. يعني تمت الإشارة هنا إلى أنه في مداخلات وردت بأنه النظام الفيدرالي هو أنسب. الدعم السريع بيقول أن النظام الفيدرالي كويس، العناصر في الدعم في السياسيين برضو بيقولوا هذا الأمر. إذا الناس اعتمدوا النظام الفيدرالي على أساس أنه خلال الفترة الانتقالية يكون مطبق بآلية معينة، الصيغة المعتمدة في الغالب العام ينظر إلى أنه ما هي الوثيقة التي تتضمن الوثيقة الأمثل والتي يرتضيها أطراف العملية السلمية بأن تكون سائدة خلال الفترة الانتقالية، ويتم اقتباسها لتكون هي جزء من المرحلة الانتقالية. إذا كانت اتفاقية جوبا بتأسس لنظام فيدرالي وتعتبر بأن هي جزء من عملية استمرار السلام والتوافق، وهي تمثل عملية معقولة لاستمرار عملية النظام الفيدرالي، من الممكن اقتباس ما تم إيراده في اتفاقية جوبا وبالتالي تستمر. أما الانتظار للمؤتمر الدستوري ده بروسيس ثاني نمرة اثنين، بعد الناس يتوافقوا على الدستور الانتقالي الذي يأسس لعملية السلام، في ظله بيكون في مهام للفترة الانتقالية زي ما انتم عارفين، من بين قد يكون هو إنشاء آلية لصناعة دستور دائم، آلية لقيام الانتخابات، آليات كثيرة هي بتساعد في عملية استدامة الاستقرار السياسي. عملية المؤتمر الدستوري، السؤال اللي ذكره يوسف حسن، هي عملية جزء من التدابير الانتقالية، ولا بد ان يتفق حول الاليه اللي بتمر بها الاليه كيف ذاته بيتم المؤتمر الدستوري، اللي هو بيضمن شراكه عدد كبير جدا من منظمات المجتمع المدني والاحزاب السياسيه والحركات المسلحه والمجموعات المهمشه اجتماعيا وسياسيا، بحيث انها تقدر تكون صوت مسموع ومصالحها برضو مدركه، بحيث ان لا يترك في عمليه مفاوضات المؤتمر الدستوري اي شخص بدون أن يسمع رأيه، حتى ولو كانت هي مجموعة من مجموعات الأقليات. الموضوعات المفترض يتناولها المؤتمر الدستوري هي برضو الموضوعات اللي بتتأثر، هي الموضوعات المهمة اللي بتتأثر في عملية استقرار وسلام السودان. وهي ده زي ما ذكرت إنها بتخضع لعملية التحليل الأول اللي بتأسس بأنه السودان مستقبله مفترض يكون كيف، والمشاكل اللي بتعطل من الوصول لذلك المستقبل هي شنو، والآليات اللي ممكن تمنع هذا. فإذا نحن نظرنا إلى مستقبلنا إلى في نهاية المشهد،
فيجب أن ننظر ونتخيل المشاكل اللي ممكن تكون موجودة في المسار ده، ونحاول من الأول نوجد لها حلول ولا نتجاهل هذه، وكذلك لا ننظر للموضوع بطريقة رومانسية بأنه ما في مشاكل. لا، في مشاكل، ولا بد أن نتخيل المشاكل ونضع عليها الحلول. إذا هذه الموضوعات الدستورية، جاء في سؤال من الدكتور عبد المتعال قرشاب، الموضوعات الدستورية دي موضوعات إن بتتحدد وفقا إنه السودانية يروا بأنه هي، وكذلك برأى بأنه يعني سامية الهاشمي وذكرت بعض الموضوعات اللي هي بترى بأنها هي مهمة، وكذلك الحوار بشكل عام ذكر زي موضوعات الإصلاح الأمني، موضوعات الإصلاح المؤسسي، موضوعات عدم الإفلات من العقاب والعدالة الانتقالية وغيرها. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور سامي. في أسئلة تانية برضو عندها علاقة بالتقديم اللي عرضتيه أستاذة سامية، اللي هي أسئلة عندها علاقة بقانون الطوارئ، بس لو أقدر أصل السؤال المعين هسي. سؤال حول طيب حكومة الطوارئ. أيوة، السؤال من أستاذ عبد المتعال قرشاب: كيف يمكن معالجة وضع حينما لا تكون هنالك حكومة تعمل كما هو الحال أثناء الحرب حاليا؟ وكذلك كيف يمكن للدستور القادم أن يعالج قضية حكومة الأزمة أو حكومة الطوارئ؟ السؤال للأستاذة سامية. وبرضه بضيف لك سؤال تاني يا أستاذة سامية، عنده علاقة بإنه كيف نشمل أكبر عدد ممكن من الناس أو المشاورات مع فئات الشعب حال وضع عملية الدستور لتلافي أي إقصاء للفئات وخاصة الفئات المهمشة. في سؤال عنده علاقة بالدور الذي يمكن يلعبه المجتمع الدولي، لو عندك فيه إضافة ممكن تجاوبي عليه. نشوف مساهمة دكتور أحمد ودكتور سامي برضو. شكرا. عندك 4 دقائق أستاذة سامي عشان نقدر نجاوب أكبر عدد من الأسئلة. هو طبعا يعني الوضع بتاع يعني حكومة الطوارئ اللي هي يمكن ذكرها أستاذ أحمد أو دكتور أحمد عن الحكومة ما قبل الحكومة الانتقالية، الحكومة اللي هي حتقوم بتشكيل أو تكوين الحكومة الانتقالية، هي دي أنا بفتكر يعني يمكن في ناس بيتكلموا عن إنه والله المسار السياسي ده ما مفروض يبدأ الآن، يعني مفروض نتريث شوية غاية ما يعني الحرب تجيف وكده يعني بصفة نهائية، لكن إحنا نخشى ما نخشى من الفراق حتى في الحكومة بتاعت الأمر الواقع دي ذاتها دي تكون ما موجودة، يعني إذا فعلا يعني تم إنهاء الحرب حاسة اليوم مساء اليوم يعني بكرة حنصبح على شنو؟ إحنا لازم يكون في يعني موضوع الصيغة ده موضوع مهم جدا، وموضوع يعني حد ادنى من الصيغه في انه نحن كسودانيين كلنا نتضرر من يعني من زوال السودان، يعني ما في حد من كل الناس اللي كانوا متحاربين ولا ما متحاربين ما يقولونه انهم يريدوا الابقاء على السودان، وبيتكلموا يعني كلام جميل جدا عن انهم هم عايزين السودان وحربهم دي بسبب انهم عايزين السودان، فالوسائل مختلفه بتاعت الناس يعني، لكن البوتوم لاين اللي احنا عايزين نصل له انه يكون في حد ادنى من الثقه بانه تكون في يعني حكومه لا تزيد عن 10 اشخاص، اللي هي دي الحكومه بتاعت الحكومه البري اللي هي المؤقته عشان هي تكون الحكومه الانتقاليه. انا بشوف انه يحصل فيها ريبريزنتيشن يعني بال10 اشخاص ديلا، سواء كان هل يعني ممكن انا ما كنت اعديت لي فكره في راسي قبلها، لكن يعني الان مثلا اقول ممكن تكون بقوة الثوره بامنن بيبول يعني ناس عندهم يعني تقدير او احترام من المجتمع، يعني ناس مناضبين يخطوا يعني المواصفات بتاعت الحكومه الانتقاليه اللي هي حتقوم بالعمل اللي تكلمنا عنه ده. إذا الحد الأدنى ده من الصيغة ما توفر حنظل يعني متمترسين في يعني أماكننا وحنتكلم، لكن ما بيكون في فعل على الأرض، وده يعني انعكاسه أو تداعياته على الوضع بيكون كارثي، بحيث إنه فعلا يعني وجود الدولة السودانية الله لا قدر في خطر. في موضوع دور المجتمع الدولي، المجتمع الدولي ده مطلوب منه يدعم ما يريد السودانيين، يعني ما يكون في تراك يعني ما سوداني، هم يدعموا ما نريده، واحنا ليه دارين تو انجيج ذيم، ليه عايزينهم يكونوا موجودين في يعني بانهم يتيحوا المنصات
ويعملوا الدعم اللوجستي، لأنه نحن عندنا معركة ثانية اللي هي معركة البناء. إذا هم ما كانوا بارت، كانوا جزء من العمليات اللي احنا بنقوم بها دي، ما حيكون في نوع من الالتزام نحو الإعمار ونحو الدعم. حتى الحكومة سواء كانت البري ولا الحكومة الانتقالية، ما هي دي حكومة الآن، يعني ما في اقتصاد، ما في موارد، كل البنية التحتية في البلد اتكسرت، انتهت، يعني هدمت. فنحن يعني الانجيجمنت حقهم ده بيجي من أهمية إنهم هم ذاتهم عندهم انترست، يعني ما في مصالح متبادلة ما بين السودان وبين العالم. نحن يعني نعترف بوجود هذا المصالح، وهي كل يعني اللعبة السياسية في الدولية دي كلها عندها علاقة بالمصالح. ما في شيرتي، ما في مجانا، يعني هو ده كله لعبة المصالح دي. نحن نسخرها ونخليها تمشي في اتجاه أجندتنا نحن السودانيين، بالحفاظ على وحدة بلادنا، بالحفاظ على مقدراتنا، بالحفاظ على استغلاليتنا من الاستقطاب، ومن يعني المسائل اللي ممكن تكون، يعني الدولة في حالة هشاشة هي ممكن تكون عرضة لهذه المسائل. وشكرا. شكرا جزيلا أستاذة سامية، وشكرا كمان على التزامك بالوقت تماما. في سؤال هأطرحه على أستاذ أحمد، على دكتور أحمد، بعد ذاك نتناول سؤال من بروف موسى آدم عبد الجليل، رافع يده معانا، وسعيدين بوجودك يا بروف. السؤال يا دكتور أحمد بيسأل عن نوع من التناقض ما بين الكلام اللي انت قلته وما بين الكلام اللي قاله الدكتور سامي. بيقول: كيف نأخذ وجهة نظر الدكتور أحمد حول تقاسم السلطة المدنية والعسكرية والمساءلة الجنائية في سياق صنع الدستور عبر عملية السلام ناقشها الدكتور سامي؟ يبدو كأنهم أهداف متضاربة، هل توجد أمثلة؟ 4 دقائق بس دكتور. لا، انا ما شايف انه في تناقض بين الكلام اللي بنقوله، لانه في كلا الحالتين اطراف العمليه السلميه واطراف العمليه السياسيه، انت ممكن يكون عندك مشاركه للاطراف، الاطراف النزاع في انهاء النزاع وتوضيح معالم الفتره التي ستلي النزاع، اللي هي اذا تكلمنا سميناها الفتره ما قبل الانتقاليه. فانت ما ممكن اصلا تدخل في ترتيبات زي دي من غير ما يكون مثلا الجيش السوداني له دور او حضور في تلك الترتيبات، لكن المشاركه في خلق الترتيبات لا يعني المشاركه بدور سياسي فيما يليها. فانا بتصور انه الجيش لابد ان يكون له دور بالتاكيد في اي عمليه، لانه انت لما تقول في من نمبر 1 حيكون انه الحكومه مدنيه في الفتره دي وانه الجيش هيخضع للسلطه المدنيه، فمن الطبيعي انك لازم يكون عندك مباركه من الجيش على ذلك. فما تخلي انه في تناقض بين مشاركه الجيش ومشاركه الاطراف المتنازعه في محادثات انهاء الحرب، وبين من الذي سيكون بيده السلطه في مرحله ما بعد الحرب. شكرا جزيلا دكتور أحمد. برضو معانا دكتور عمر عجيمي، ممكن أدي 3 دقائق لبروف موسى و3 دقائق لدكتور عمر عجيمي عشان تتاح لنا فرصة لأنه جاي. شكرا، تفضل بروف. سوري، كده كويس؟ أيوة كده سامعينك، تفضل. طيب، شكرا جزيلا. يعني سؤالي الأول هو ما أعتقد أنه هو الفيل في الغرفة، يعني وربما أشار إليه في يعني دكتور الجيلي في الرد الأخير فقط، موضوع دور الجيش. زي ما بقول يعني زميلنا بروفيسور عاطل البطحاني، انه فيزياء السياسه لابد الناس يستصحبوه، يعني حقيقه التنافس السياسي جزء من حقيقه المجتمعات، وبالتالي اذا كان الناس يعني بيحاولوا انه يتصوروا وضع مثالي لاوضاع سياسيه ما تتسق مع حقيقه ظاهره التنافس السياسي في المجتمعات، دائما بيكونوا ما بيقدروا يحققوا اهدافهم يعني. ويبدو ان المجتمع السوداني داخل في الحته دي، انه دائما هو حريص في انه بطريقه مثاليه يبعد الجيش من السلطه، ولكن ما قادر يقدم حلول عمليه عن كيفيه ابعاد الجيش من السلطه، بالتالي بيجد نفسه يلف ويدور ويرجع لنفس منطلق يعني نقطه بدينا منها يعني. فالجيش سلطه، جزء من يعني باور، قوه.
والقوة دائما بيكون عندها نفوذ، وبالتالي هذا النفوذ إذا ما تم احتوائه بطرق عملية واضحة ومعلومة، الركون إلى ما هو صحيح من ناحية مثالية ما بيعفي الناس من هذه المسألة. يعني الأمر الثاني يمكن يعني داير ده موجه لأستاذ سامية، أنه كانت تتكلم عن أنه الناس يرجعوا لوثيقة لإعادة البناء الدستوري، وأشارت إلى وثيقتين، الوثيقة الدستورية بتاعت 2019 ووثيقة الاتفاق الإطاري. يبدو لي أنه إذا كان أصلا الناس حيرجعوا لإحدى الوثيقتين عشان يعيدوا يعني استعادة البناء بتاع الفترة الانتقالية، حيكون من باب أحرى أنه من باب أولى أنهم يرجعوا ل 2019، لأنه الاتفاق الإطاري ما حصل له إجماع كبير يعني، وإنما بالنسبة ل 2019 على الأقل تم توقيع من قوى أعداد كبيرة، حتى ولو أنهم تنازلوا بعد ذلك، لكن دي نقطة زي ما إحنا لما نضيع الطريق بنرجع للدوار اللي رجعنا منه يعني. فالدوار ما هو الاتفاق الإطاري، الدوار هو 2019 يعني. بالنسبة لدكتور سامي، يمكن ده آخر سؤال لي يعني، اسمح لي بسرعة، موضوع المؤتمر الدستوري، واللي هو الكل متفق أنه هذه مسألة مهمة، ولكن إحنا دائما قاعدين نضع المؤتمر الدستوري في نهاية الفترة الانتقالية، مما يؤدي إلى إحباط الفترات الانتقالية، لأنه الناس بيحاولوا أن الآن إحنا شفنا في بعد الثورة بتاعت 2019 أنه الفترة الانتقالية الناس بيعمدوا إلى إطالتها لأطول فترة ممكنة، بعض اقترح أن يعملوها 10 سنوات وبعدين 5 سنوات، وفي نفس الوقت الناس يقول والله يا أخي إحنا دايرين نعمل تحول ديمقراطي. يبدو لي أنه في تناقض في مثل هذه الإعلانات، أنك تكون عايز تعمل تحول ديمقراطي وتتكلم عن فترة انتقالية يعني 10 سنوات، ومعناها واضح أنه القوى المسيطرة على السلطة في الفترة الانتقالية بتكون دائرة تستمر تستمتع بهذا الوضع لأطول فترة ممكنة يعني. ده التفسير الموضوع إليه يعني. وعشان تنهي المسألة دي، ليه ما نضع الفترة الانتقالية في بداية، أقصد المهمة بتاعت تكوين المؤتمر الدستوري في بداية الفترة الانتقالية، على أساس أنه الفترة الانتقالية تحكمها يعني يعني الناس اللي بيديروا الدولة في الفترة الانتقالية ما يكونوا حزبيين، وبالتالي الحزبيين ينصرفوا إلى الانخراط في العملية بتاعة تكوين الدستور، لأنه إذا دايرين يدخلوا السلطة بأسرع فرصة أنهم ينجزوا العملية الدستورية أسرع عشان تبقى في انتخابات يجوا السلطة، كل ما أخروا معناها يؤخروا صعودهم إلى السلطة. شكرا جزيلا. شكرا شكرا لك. النقاط الثلاثة اللي تناولتها، الجيش ودوره ويا دور ممكن يلعب الجيش في ظل أي وضع دستوري، الوثيقة الدستورية كمرجعية هل ممكن الناس ترجع لها لا، والمؤتمر الدستوري والأزمة أو الدايلما اللي بيكون فيها إنه يكون في بداية الفترة الانتقالية أو نهايتها. بصورة سريعة دكتور عمر، لو ممكن تطرح سؤالك بصورة مباشرة على أساس تتاح لنا فترة للإجابة، لأنه المنصة حتقفل الساعة 8:30 تماما يعني. فشكرا جزيلا. بروف عمر لو سامعني، انت عامل ميوت فممكن تفتح المايك وتتكلم مباشرة. شكرا جزيلا جوهر، وشكرا للاخوه المتحدثين ساميه وسامي واحمد. الحقيقه ابدا باول شيء، انا قاعد في السودان وبفتكر كلنا نتفق انه السودان ما بعد الحرب ليس سودان ما قبل الحرب، تغيير جذري كامل في كل الهياكل، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية. السودان اليوم منقسم على نفسه بشكل متكامل من الجهة القبلية والجهوية. ده الحقيقة بيثير عدد من الأسئلة. الوصفات اللي كنا بنستخدمها هل هي صالحة
إن تعالجين السودان ما بعد الحرب؟ يعني ده سؤال جوهري، يعني الطريقة اللي تعاملنا بها، الوثائق اللي تعاملنا بها، ذكرتها الأخت سامية الهاشمي، وثيقة المحامين، هل وثيقة المحامين عادل قادرة إنها تواكب حتى مع الإضافات القوتية، سواء كانت مفوضية بتاع التعويضات ولا جبر الضرر ولا عدالة انتقالية، دي كلها كانت في الاتفاقيات السابقة، هل ده قادر يحل لنا الإشكالية بتاعت هذه الأزمة التاريخية اللي احنا فيها؟ أنا أفتكر ده سؤال محوري يجب إننا نقف عنده. الشيء الثاني، السؤال الثاني، بفتكر يعني استمعت كويس، لكن أنا بفتكر وهذا الويبينار اللي هي الأساس بتاعه إنه الأسبقيات الفورية أو الأولويات الفورية لما بعد الحرب، بمجرد ما الحرب زي ما قال السامية وقفت، بكرة نعمل شنو؟ أنا أفتكر الأسبقيات لحد الآن من الحوار ده ما واضحة غير ما ذكر وأخونا أحمد اللي هي الفترة قبل الانتقالية بتاعت ال6 شهور، لكن عدا ذلك أنا أفتكر الأسبقيات غير واضحة تماما. شكرا جزيلا. شكرا دكتور عمر. بصورة سريعة المتحدثين لو ممكن نتناول بعض الأسئلة، لو حاولنا برضو ندمج بعضها في الإجابات. دكتور أحمد الجيلي، في سؤال عن الجيش ودوره، برضو الجيش ودوره ده كان موجه لك بصورة مباشرة، لو ممكن في دقيقتين. لا جدا، هحاول اجاوب باختصار عليه واخر سؤال كمان. بالنسبه لدور الجيش، انا في رايي كان الكلام واضح انه الجيش مشاركته حتكون مهمه في مرحله انهاء الحرب ومباركه اي اتفاق سياسي جديد. الحقيقه احنا بصدد تكوين عقد اجتماعي جديد، عقد اجتماعي سياسي جديد في السودان، لكن ما بتفق مع فكرة إنه المشكلة كانت المثالية. أنا في رأيي إنه المشكلة كانت عدم المثالية، لأنه كان حصلت كومبرومايز وتلتيك إذا صح التعبير في الشراكة اللي حصلت بين الجيش والعسكر، وقبلها وبعدها في الاتفاق الإطاري اللي كان حيتم توقيعه. كان I think بعدنا عن مبادئ الثورة وتخلينا عنها هو اللي وصلنا للمرحلة دي. في رأيي إنه الحكاية دي لازم تكون أوضح، وإنه المشكلة مش المثالية بس في عدمها. اثنين، أنا في رأيي إنه الجيش وضعه ورصيده السياسي أضعف بكثير بعد الحرب دي، لأنه الشعب السوداني بيحمله إلى حد كبير على مسؤولية الحرب، على مسؤولية تكوين الجنجويد، على مسؤولية الأداء الضعيف، لأنه أي جيش في الدنيا مهمته هي الدفاع عن حدوده وعن شعبه، والجيش السوداني فشل في تلك المهمة. فما أعتقد إنه الجيش سياسياً عنده الرصيد اللي بيخليه يتكلم على أي دور سياسي بعد الحرب. باختصار شديد عن الجواب الثاني، على طول الفترة الانتقالية تكلمت على إنه الشرعية الثورية عندها علاقة عكسية مع الزمن، فبتفق مع المتحدث إنه الفترة الانتقالية ما المفروض تطول أكثر من 2 3 سنين، وبعدها لازم يكون في لجوء إلى الشرعية الانتخابية، سواء عن طريق عملية انتخابات زي ما تكلمنا للجمعية التأسيسية ذاتها اللي حتكون المسؤولة عن عملية إعداد الدستور. وأخيرا بالنسبة للسؤال الأخير، في رأيي إنه فعلا الوثائق السابقة التي أدت إلى هذه الحرب لا تصلح لتكون هي الأساس، لابد يعني we should go back to basics، إلى مبادئ الثورة ومبادئ الحكم المدني المطلق عشان نبني سودان جديد بعيد عن الإفلات من العقاب. شكرا دكتور أحمد. أستاذة سامية، في سؤال عنده علاقة بأنه يات واحدة من الوثائق الناس ترجع لها، وليات مدى ذات الوثائق دي صالحة حاليا، لو ممكن في دقيقتين بتتناولي الإجابة، اللي هو من بروف موسى ومن بروف منزول. أستاذ عمر ولا أوكي؟ في الحقيقة يعني دكتور موسى هو اعتقد إنه أنا بتكلم عن الاتفاق الإطاري، أنا بتكلم عن الاتفاق الإطاري، أنا بتكلم عن وثيقة المحامين. الاتفاق الإطاري ده اتفاق سياسي، الوثيقة اللي قامت بإعدادها نقابة المحامين دي وثيقة دستورية. وأنا لما عقدت المقاربة ما بين الدستور 2019 ووثيقة المحامين، من حيث الموضوعات التي يعني تناولته كل من الوثيقتين، وأنا يعني لا أدفع الآن بأي من الوثيقتين باعتبارها هي صالحة. نحن بنأخذ المبادئ ال جاءت بها الوثائق دي، ما هو أصلاً في ستراكشر، في هيكل محدد للدستور والمواضيع المفترض تحتويه، لكن كمان
ما حنرمي الحياة دي كلها يعني في الزبالة ونقول لا، ما هي دي ما بالتجارب يعني دستورية أو تجارب، حتى إحنا بناخذ التجارب الإنسانية عامة، فما بالك بتجارب احتكينا بها يعني بصورة يعني بتاع التعايش وكده. والمطلوب الاستفادة من الفشل، ليه فشلنا في كده؟ يعني إحنا يكون في دروس مستفادة من ليه الوثائق دي فشلت في إنها هي تحقق الاستقرار المنشود. بالنسبة للموضوع بتاع الأسبقيات، ما هو الآن الناس حاسة ما بيتكلموا، يمكن الورشة دي أو الندوة دي اتكلمت عن يعني أهمية الكلام عن المسار، يعني المسار بتاع المسار المدني اللي هو المسار الدستوري المدني ده، فيه عدد من البيرسفو الاقتصادي، فيه الدستوري نفسه يعني. فالأسبقيات الآن إحنا عايزين نجيب لطاولة النقاشات يعني اللي بتدار الآن يعني من المجتمع المدني، من الانترناشونال كوميونيتي، من كل الناس الفاعلين في إنه نحن دايرين يعني to bring الكلام عن الوثيقة الدستورية الحاكمة لما بعد إيقاف الحرب، نجيبها للترابيزة. فالآن قدامنا اللي هي النقطة اللي أنا ذكرتها وذكرها دكتور أحمد، في إنه نحن عايزين الوصفة يعني أو دايرين الشكل اللي هو حيقوم يعني حيكون حاكم لما بعد الحرب، اللي هي دكتور أحمد ذكر البري الحكومة الانتقالية. فنحن معلش أستاذة سامية، عشان ندي فرصة لدكتور سامي، بس وضحت يعني هي ذاتها أنا أعتقد. هي وضحت، شكرا. دكتور سامي، في سؤال عن المؤتمر الدستوري والمعضلة بتاعته عن إنه بيتم وضعه وين في الفترة الانتقالية، وفي سؤال تاني عن المؤتمرات الشعبية كبديل للمؤتمر الدستوري، فيا ريت لو بصورة سريعة جدا دقيقتين تتناول لنا القضية المعقدة دي. أنا بس بشكرك جزيلا على السؤال. يعني المؤتمر الدستوري هو جزء، هو بروسيس كامل بيتم منذ بداية الفترة الانتقالية، ومفترض إنه ينتهي قبل نهاية الفترة الانتقالية. البروسيس ده قد يكون مؤتمر واحد، قد يكون عدد من المؤتمرات، اللي هو في النهاية عملية تشاورية تفضي إلى إنتاج دستور جديد بيقتبس ملامح السودانيين وبيحاول فبالتالي هي مفترض تبتدي مباشرة بعد بداية الفترة الانتقالية كإجراءات. يعني العمليه بتاعت المشاركه الشعبيه او المؤتمرات الشعبيه هي دي برضو واحده من الاليات اللي بينادي بها المجتمع المدني على اساس ان توسيع نطاق التشاركيه والتشاوريه بين المجتمع المدني. انا اعتقد انه الاثنين جايات. ولو سمحت لي قفزا عن النقطه دي، برضو في سؤال اللي هي تفضلت سامي الهاشمي وتكلمت عنه، اللي هو زميلنا استاذ محمد غنام ساله، اللي هو الى اي مدى ممكن يكون في دور للمجتمع الدولي. فعلا المجتمع الدولي هو له دور، ولا بد أن يقتبس أفكار السودانيين ويشرك السودانيين في البروسيس كله، لكن هو في مبادئ موجهة دائما الأمم المتحدة بتقدر، هي أكثر خبرة تقدر برضو تشتغل فيها، في 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 مبادئ موجهة عن الأمين العام صدرت في 2022 عن كيفية صنع الدساتير في أوضاع ما بعد الحرب، دي برضو بتساعد الناس. في تجارب كثيره جدا قامت بها اليو ان دي بي، وقامت بها اليو ان بوليتيكال ميشنز في بعض الدول ما بعد النزاع، وساعدت في عمل دساتير انتقاليه ناجحه، اشهرها يعني في فيجي في 2013 كانت اللجنه بتاعت دكتور بروفيسور ياش جاي في فيجي، اللي هي انتجت دستور 2013. هي لجنه كومبينيشن بين خبراء وطنيين وخبراء دوليين، فالتجارب موجوده، لانه في خلاف بين السودانيين برضه بيحتاجوا للدعم الدولي. كذلك البعثه بتاعت يونيتامز بناء على اليو ان ريزوليوشن 25 24 في 2020 برضه بتدي مانديت بانها هي تساعد في عمليه استعاده المسار او في عمليه صناعه الدستور بخبرات، وهذا برضه مجهود مطلوب وممكن يكون بيساعد برضه الشعب السوداني من الناحيه بتاعت الفنيات بتاعت عمليه صناعه الدستور. بشكرك شديد جوهره، وشكرا جزيلا.
شكرا شكرا دكتور سامي على الإجازة وعلى الالتزام بالوقت، وبشكر برضو أستاذ سامي الهاشمي، دكتور أحمد الجيلي، وجميع الحضور اللي التزموا الليلة بساعة ونص من وقتهم للنقاش. على حسب الكلام مع أيدي إنه حيتم مشاركة ملخص للجلسة دي على الموقع بتاعهم، والناس ممكن ترجع له، وأتمنى إنه الناس بصوروا مباشرة تتواصل مع المحدثين لتناول بقية الأسئلة على وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر الشبكات المختلفة. شاكرة لكم، وممكن كان نقضي أيام بنتناول القضايا دي، لكن للأسف الليلة محكومين بدقائق معينة. بشكر ابتسام برضو في الترجمة لأنها ساعدتنا نوصل رسالتنا لعدد أكبر من الناس. شكرا جزيلا، ومساء الخير أو نهار سعيد لكم في كل الأماكن. شكرا جزيلا يا جوهرة، وشكرا لكل الحضور على النقاش الثري ده. ويعني أتمنى إنه النقاش ده يكون أسهم في إنه نقدر نفكر في الأوضاع بتاعت ما بعد الحرب ممكن شكل عامل كيف. أكيد طبعا ما قدرنا نغطي كل النقاط، ومحتاجين جلسات أكثر، ونحن في المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات بنوعد بأنه النقاشات السفيرية دي هتتواصل في الفترة الجاية عشان نتطرق لقضايا أكثر، بالذات اللي عندها علاقة بالطابع الدستوري، عشان نكون زي ما قالت أستاذ سامي جاهزين لو الحرب وقفت الليلة نكون عارفين بكرة هنعمل شنو. وفي الإطار ده قبل ما نقول مع السلامة، بنتمنى فعلا إنه الحرب تجيف الليلة، الصعوبات اللي بنواجهها كلنا كسودانيين تترفع من على عاتقنا، ونشوف أخيرا يعني الظروف الصعبة دي تنجلي مننا. ختاما شاكر لكم جدا على حضوركم بالنيابة عن المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات، ولمديرة النقاش، وللمتحدثين والمتحدثات شكرا جزيلا. ونلتقي في مساحات تانية، ونتمنى في المرة الجاية الظروف تكون أكثر أحسن بكثير من في السودان. شكرا جزيلا، ومع السلامة. شكرا.